بحسك لاني بحبك كثير انا. ان شاء الله بتشكل قاسي، ان شاء الله بتطلع على قبري مطيعه الام. على مهلك عليه والله رح تاكل. اخ يا شهيره خانه، يا علي ما علي، لو اني اعرف حالي اذا اكلته بقدر طالع من بطني لاكله. تقبر قلبي، تقبر قلبي انت وبطلت يطعم ولك يشتهي يا حق. امين يا رب العالمين. يا عمري يا عمري، ما في اغلى من الولاد. ليك عميمه، ليك عميمه، شوف عميمه، شوف عميمه. دخيلها البكوة انا، دخيلها الصوت انا. ان شاء الله بتقدر، ان شاء الله بتقدر. يا عمري ايه معلش، اسرعوا للجيران. تقبر قلبي، تقبر قلبي. غير لك البيت كله ان شاء الله. تعال اقعد هون، بقى تجيب كم غلط انا. شو شو غلط بدك تجيبها؟ حجة البيت وهيك شغلات وذهبات امي ومصاريها بدي ادور عليهم واخذهم. هي اصبح على لحمي ضروري بحالك وارجع. تعال لوين بدك تروح؟ بدي اعمل برمي هيك لناح بيت ابو حمدي. شو بدك بيت ابو حمدي عيون؟ شو بدي بيت ابو حمدي؟ ما بي... لا مو مو قصدي عن بيت ابو حمدي، خص نص بس. انا مشتقت للحاره وهالحاره وسكة الحاره وريحه الحاره وريحه، يعني مثل حالي بعمل فتله بالحاره. عم بتخليك بقرنتك ولا تزحزح بلا ما تطلع لبرا وتفضحنا ويكمشوك ويكمشونا. خليك هون. طيب طيب طيب، ايش كان هيك ايش كان هيك، بجي لحالي غير مره. لك ما بخليك تجي لحالك لو شو ما صار، مشان ما يلقطوك ويلقطوني معك يا اجداب. لا عم يهزوا بدنك، رح رد علي هلا. يهزوا بدنك انت التانية من يومين. وهرة وهرة ما حبيت هيك. سلام القول من الرب الرحيم. يا اهل الله، يا اهل الجيري. قداس خلصنا بهو؟ والناس معادن في منهم معدنهم تبرو الماس، وفي منهم معدنهم تنك وما عندهم ناموس. دومري وفانوس يا كريم يا رب. ما في بعد ابو حكم يدور مري بهالحارة. يا كريم يا رب، نشوف غيره.
شو هي قدر؟ شو هي اتركك ما اتركك؟ علي الحلال بده يتركني اياكي، اشخطوا مثل الاطاط. حامد لا بدي تشخط حدا ولا حدا يشخطك. ايه اسالي عني، اسالي عن حامد. بعرف بعرف مين حبيت انا. لك دخيل الله، دخيل الله لهالوجبة احلى. يلا قوم روح طلع الصباح. مين هاد؟ الضو. وينه؟ ما شايف شي انا. حامد هلا بفيق ابي. يهزوا بدني وفيق، شو بدي اعمل له يعني؟ يلا قوم قوم. من قلبي؟ لا مو من قلبي، بس خايفة عليك. خلص قاعدين نصبح. يلا لوين؟ هلا بفيق ابي. قومي نفوت تتعال. قوم. هيك بدك؟ لك يهزوا بدنك شو بتلعي؟ بحبك. أنا كمان. بحبك. أنا كمان. بعد نص ليل. اي نامي نامي هلأ. ما رح نام لحتى اعرف وين كنتي. وين بدي يكون يعني؟ كنت عم بقضي حاجة. وقضي عن الحاجة عند باب الزقاق؟ انا ما كنت عند باب الزقاق. ما رح صدقك يا كذابة، ما رح صدقك. اي تصطفلي مثل ما بدك. عم تخبي على اختك يا ريحانة مو؟ عم تخبي علي شو كنتي عم تعملي عند باب الزقاق؟ ماشي يا ريحانة انا بورجيكي. اي اندفسي اندفسي هلأ. ماشي رح اندفس. مين؟
هذا ما مشي خشبه، شكله عرفان انه جاي نقتله. لا لا لا، الحين مشي خشبه، خلينا نروح نرجع له مره اخرى. خلينا نطلع من الحاره قبل ما حدا يشوفه بسرعه. يلا حامي. كأنه هيك حاسس حدا جاي بده يأذيني. يبعت لي حمى، بعيد الشر عن قلبك. معقول يكون هذا ابو الرجا ورجاله؟ ما بعرف ابو الرجا ضراب الصخر، ما بعرف، كله وارد. يا ربي دخيلك، يا ربي دخيلك، انت تشبيه. يا رب لا تتركني على طول قلقانه عليه. يا الله انت تبعد الشر عنه يا رب. عم بتفكر شو بدنا نشتغل، مو هيك معلم؟ لا هارون لا، بالوقت الحاضر ما حنشتغل لحتى يصير عندي رجال أكتر من هدول بكتير. أصبح عم بتفكر تعمل فركة إذن لحامد وكداس عالشي اللي عملوا معنا، مو هيك معلم؟ فركات الإذن كانوا زمان. حامد وكداس حريت ورقتهم، بس كل شي بوقته حلو يا حلو. معلوم معلم، معلوم، لازم تهر ورقتهم، لازم. بس الناس تنسى لأبو الرجاء منبلش شغل. شو؟ بدك الناس تنساك يا سيد راسي؟ ايه، بدي الناس يشيلوا اسم أبو الرجاء من علسانهم ويبطلوا لعي. لهيك أخذته لهذا البستان، بعيد عن الناس وبعيد عن العين، وبس نسيوني الناس منبلش شغلنا على الهدى. أمرك يا تاج راسي، أنت فصيل ونحن منلبس. بس بدي رجال يا هارون، بدي رجال كتير، بدي رجال ليوم رجال. رح جيب لك رجال على كيف كيوفك معلم، بس اصبر علي شوي لعارف منين بدي لم لك ياهم. وحياة راسك يا اوعى اوعى تحلف في راسي، تحرم امرك معلم. قوم سوي شاي، قوم مرمر تمنا من الدخان. بامر عيونك يا سيد راسي. يا رزاق يا كريم، خلاني يعيش بقهر ومشي الناس ميت. لم علينا عبيدك يا رب، يا جبار الخواطر يا رب. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلين عمي أبو عزو، أهلين بحماي العزيز. أهلين بالغالي. مرني عمي. عمي مرت عمك جاي على بالها تطبخ لنا طبخة محاشي من تحت دياتها وتحتهن عصايص. يا سلام، إن شاء الله صحة وهنا. لا تقلي صحة ولا تقلي هنا، بدك تجي تتغدى عنا أنت وبنتي. لا والله بدك تعذرني هاي المرة يا عمي أبو عزو، شنو اليوم خص نص الوالدة عملت لي شاكرية وصار لي مدة مشتهية، ما بدي إياها تزعل مني، بس المرة الجاية بتلاقيني عم بركض لعندك ركض. ماشي الحال ماشي الحال، أمري لله. لكن حط لي رطلين باذنجان ورطل كوسة خارج محاشي مرتبين. تكرم عينك. وغيره بدي شوية فواكه بس من اللي جوا. يا على عيني. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلين وسهلين. كيفك سيد؟ والله مشتاق لك. تسلم لي. طمني مختار، صار معنا شيء؟ سبقني على المضافة ولا جاي لعندك بنحكي. ايه أمرك. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عمي، جهز لي الأغراض لبين ما أوصل لعند أبو محمود الفران، وأوصل لعند اللحام وصي على اللحمة والعصايص. اعتبرهم جاهزين عمي. الله لا يحرمنا مصدر بيك. سلم ايديك. شكرا يا مستور. عمي المختار، الله يخليك يا اخي. اللي وينه عمي المختار؟ خير شو في يا اختي؟ مرت عمي وقعت على الارض وما بعرف شو بها، لا من تمه ولا من كمه. مشان الله لازم نخبره يجي لعنا على البيت ضروري.
لا تخافي اختي، انت روحي هلا على البيت وانا هلا بروح بنادي له وخليه يلحق. قولي يا رب اتكلي. لا اله الا الله. روح روح روح. يلا امك. انا شو عم سوي؟ نقيه نظراف ولا عتمه، احسن ما اشحطك على الكراكون واعمل لك فلقه. ليش شو شايفني عم بشتغل سيد سميح؟ سد حالك واشتغل يا سميح افندي، ما في داعي لهالحكي، الرزق كله مثل الذهب. لك والله يا صياح انا مو مشان شيء، بس خايف يعني سيدي فرزت ينعرق منك. لا تخاف ما راح ينعرق. صياح صياح لما شوفي شفت لي مختار شيء عند ابو محمود؟ يلا تعال هلا شو صاير؟ مرت عمك واقع على راسه ولا من تمه ولا من كمه. يا بليز شوفي صياح شوفي، بس ايش عزه بتقولي ايش على البيت تدري؟ ناولني برك سيدي. إنا لله وإنا إليه راجعون. خير يا أختي شو اللي صار؟ الله العظيم أنا كنت عم بشكو فرقتي وهي واقفة على السلم عم تمسح بلون الشباك، فجأة هي بحط على راسها لا تنتبه. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. شو؟ شو في؟ شو صاير؟ فهموني. مرت عمي أعطتك عمرها. شو؟ كيف؟ كيف ماتت؟ كيف؟ يا سيدي يا سيدي يا سيدي في مصيبة بالحارة. خير واحد. مين واحد؟ الحرمة. تحرم عليك عيشنا. حرمة مين؟ نسيت. ايه هلا تذكرت. مستو قال انه مرت المختار ابو عزة وقعت. طيب جهز الدورية لنروح نشوف شو القصة بسرعة. روح بسرعة. سبحان الحي الذي لا يموت، سبحان الحي الذي لا يموت، سبحان الحي الذي لا يموت، له الحكم وإليه ترجعون. انتقلت إلى رحمة الله تعالى الواصلة بإذن الله إلى جنانه حرم المختار ام عزه. ترحموا عليها يرحمكم الله. سبحان الحي الذي لا يموت، سبحان الحي الذي لا يموت، سبحان الحي الذي لا يموت. انت فيك يفوت على بيت مختار ويعمل تفتيش؟ نعم سيدي بحسي. دكوخ انت بيعمل اللي بيشوفه مناسب وبيعطيني معلومات اول باول مشان انا اعرف شو بيصير بحاره وببيوت. امرك سيدي امرك. شوف بس انت يخلص تحقيق بتخبرني بكل شيء. سمعتي شو صار يا هو؟ سمعت الشيخ عم ينادي عليها الله يرحمها ويسامحها. اي شيء ما بعرف، قلت لحالي بيجي باخذ لي قرشين بوقف معهم للجماعه، بركي لازمهم شيء. يلا انا شوي ثاني وبروح لعندهم. يلا ماشي. الله يرحمها ويرحمها. طولي بالك يا بنتي طولي بالك. ليك ليش هيك صار؟ ليش هيك صار؟ وقفت على السلم ما كانت مزبوطة لهيك انزحلطت ووقعت. هذا يوم يا بنتي لا حول ولا قوة الا بالله. قولي الله يرحمها. الله يرحمك يا بنتي. لا حول ولا قوة الا بالله.
لا حول ولا قوة إلا بالله. إنا لله وإنا إليه راجعون. يرضى عليك يا صياح، افتح الباب. يا الله الله يرحمها يا رب. آمين يا رب. خير يا فندم. خذ لنا طريق، بدنا نفوت الحقيقة. شو بدك تحقق؟ بدي أعرف شلون ماتت المستورة أم عزو. ليش أنتو مين خبركم؟ مو شغلك. خير فرزت أفندي. شو في؟ بدي أعرف شلون ماتت حرمتك ونعاين مكان الضحية يا أبو عزو. حرمتي ماتت قضاء وقدر. بدنا نفوت ونتأكد يا مختار. فرزت أفندي، شو بدك تأكد؟ بدنا نتأكد كيف ماتت حرمته يا مظهر بيك. ماتت حرمة وماتت، يعني هذا أمر الله. شو معلش فيه؟ معلش مظهر بيك، اتركهم شرفوا. يلا حول الله يا ربي. شرف مظهر بيك. يلا سيدي مظهر بيك. ما خلاني كمل شغلي مثل الخلق والعالم، وما خلاني كبر القصة مثل ما بدكم، وكمان بعدني عن الحرمة وقال شو ما بيجوز انه وقف جنب الحرمة الميتة. فغزات، انت ما بيهتم لكلام مظهر. انا بدي تقرير مكتوب انه كانت جريمة مقصودة. ومين بدي اتهم بالجريمة سيدي؟ فغزات، أي واحد كان موجود ببيت وقت جريمة فيك تعتبره مجرم. بس يا سيدي فرزات، أنت بتاخد أوامر وتعليمات وبس وبتنفذ فورا، مفهوم؟ أمرك سيدي، أمرك. لماذا فعلت هذا سيدي؟ شوف موريس، نحن لازم نعمل خلافات بين ناس بحارة، لازم هدول ناس على طول في بيناتهم قتالات ويقتلوا بعضهم وينشغلوا ببعضهم، يعني نحن ما منخسر شيء. دكور سيدي. مو بس هيك، مظهر لازم يرجع يشتغل معنا لحتى نرجع نمسكه ونحاسبه ونقتله. أمرك يا سيدي. ليش الحالة مسكرة؟ والله ما لي عارفه شو بدي لك يا معلم. شو في احكي؟ الله يرحمها. مين هي؟ المعلمة الكبيرة يا معزم، عطتك عمرها. معزو ماتت؟ الله يرحمها. Thank you.
يا أبي عامر اشتقت لك، اشتقت لك كتير يا أبي. قداس لساتك بتزعل عليه؟ ما نسيته؟ حدا بينسى روحه يا حامد؟ حدا بينسى قلبه؟ يا ريت قتلني صياح لي ما انخدش عامر خدش. إذا بيضل بعمري يوم بدي طالع روحه لصياح. قتلي روحي يا حامد، قتلي روحي. يستطيع عطلك كداس، حرقت لي قلبي وانت عم تبكي عاجل تبكي، وحياة عيونك لأحرق لك حرط القصب عم بكرة أبيها واحد ورا الثاني. بس حرقت لي قلبي. شو ما حكيت ما رح تفهم علي، ما رح تفهم. عم اقول لك ما رح تفهم، ما رح تفهم. انا حبلي يا ابن عمي، حبلي. اذا فهمت علي وضح لي منيح. فرحان ليش انا حبلي؟ ولا ما بدك يجي الولد مثلي ومثلك، لا بيشوف ولا بيحكي. فرحان شو ما اجى الولد يجي؟ الحمد لله، الحمد لله. رح قوم اطبخ لك ابن عمي، خلي لي اياك. الحمد لله رب العالمين. لك رح يجيك ولد يا نسير، والله ما عم صدق، ما عم صدق. الله يحميك يا رشيدة ويحمي اللي ببطنك يا رب. مالي غيرك، مالي غيرك. وإن الناس وفون
درجة يا أبو حمدي. يا زلمة ما تهنوا فيه، لسه ما سكن ماتت مرته الله يرحمه. عمره خالص المخلوقة، خلص عمره الله يرحمه. تشفت دموعها وهي عم تبكي على امها. موتة الام صعبة كثير. انا وقت توفت امي الله يرحمها
ضليت يومين بلا اكل من زعلي عليها. الله يرحمك يا مرت عمي. الله يرحمك. امين. تفضل ابن عمي. يسلموا ايدين. يا مو ريحانه قومي ساوي ابري شاي لابوكي. شو بنا يا مو؟ هلا اشربنا شاي. ابوكي بحب الشاي، قومي ساوي شاي. حاضر يا مو. وانت يا مو؟ قومي ساعديها، ساوي لك شي شغله بالمطبخ، قومي. ايوه. حاضر يا مو. أما شو شفت لك شوفي يا أبو حمدي؟ شو شفتي أم حمدي؟ ما الحكاية إنه الست عزمية والست سعاد علقانين مع بعض ووصلاني بيناتهم للشيطان الرجيم. وليش علقانين مع بعض؟ رح أحكي لك ليش علقانين مع بعض. أمي شو رأيك أخطب لك وحدة من بنات أبو حمدي؟ ومرتي يا طلقها تقبرني. يا أمي يا أمي ما فينا نعيش بلا بعض. يا ابني بعرف إنه بتحبوا بعض، بس شو منعمل إذا أهلها ما عم يرضوا يرجعوا لك إياها؟ إن قالوا إيه وإن قالوا لأ بدهم يرضوا ومو على كيفهم. استنى حتى يرضوا. أنا كمان ولا قوة إلا بالله. يا لطيف هالبنت شو مجننته. الله لا يوفقها لا هي ولا أمها. بكرة بيرجعوا بيتصالحوا وبترجع وردة لمظهر وخلصت القصة. مو الهيئة يا رجال، مو الهيئة. بكرة بيرجعوا لبعض وبتشوفي بعينك. بعدين نحن شو بدنا فيهم؟ ليش حاملة همنا؟ بعدين تصالح ولا عمرهم ما يتصالحوا؟ شي مو مشان شي ابن عمي، مو مشان شي، بس يعني أنا حبيت أحكي لك شو عم بيصير بين النسوان. شو بدي بهالشي أنا؟ بس يا ابن عمي قومي شوفي شو صار بالشاي. حاضر ابن عمي حاضر. بس يا مو هي كانت عم تطلع فيكي مثل ما كانت عم تطلع بباقي النسوان. انت سكتي ولا تدافعي عنها، لانه مهما حاولتي ترقعي عن عمايلها وعمايل ابنها ما رح يمشي الحال، واللي بذهنك ما رح يصير يا مو. ليش انا شو في بذهني يا مو؟